انترفيو مع زينة. ضيفنا اليوم يحضر بحذنا في الاستوديو النائب البرلمان المنحل العيشي زمال. تقلق كلمة النائب المجمد المنحل ولي سي عيشي، مرحبا. أنا ربي فضلك، شكرا على الدعوة. أنا ما يقلقني حد شيء، قلقني أنه إذا كان ضميري يكون مش مرتاح. قلقني أنا أعتقد أني قمت بواجبي تجاه بلادي بأقصى ما يمكن أن يقدمه، وهذا مريحني، والباقي كل ما يهمنيش، كلها تفاصيل. أنت من بين النواب اللي توجهت لهم دعوة من الفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب ببوشوشة، مشيتوا على دفعات، وأنت مشيت مع مجموعة من النواب السابقين في قلب تونس. فعلا زوز نواب، نهال العيساوي وعبد الحميد المرزوقي، مشينا احنا في وجهتنا الدعوة، ثم ألغيت، ثم عاود وجهونا الدعوة، مشينا حضرنا. وطبعا احنا نحترم القانون ونحترم مؤسسة الدولة التونسية. وقت وجهتنا توجهتنا الدعوة مشينا وامتثلنا، وقع استماعنا، وثم يعني روحنا لديارنا، ما عندناش حتى مشكل. شنو التهمة؟ نعرفوها التهمة المتوجهة لكم، لكن في الاستنطاق شنو كان؟ انتم قلتوا تم استقبالكم بطريقة لائقة والكل، ولكن فحوى الاستنطاق كيفاش كان؟ ما يظهرليش كان نجم نحكي على فحوى الاستنطاق، فقط انا نحب نقول اللي احنا وطنيين. الأسئلة اللي توجهت على الأقل شنو كان؟ ما ندخلوش في التفاصيل، ولكن مواضيع العامة بتاعهم. يعني مع الأسئلة على مشاركتنا في الجلسة العامة ومدى قانونيتها والكل. احنا اليوم نواب شعب، انا شخصيا وطني الى النخاع، نحب بلادي، ما نتصورش فما شكون يحب بلاده اكثر مني. جيت من المجلس نواب الشعب بانتخابات شرعية، نمارس في واجبي السياسي، وبالتالي معني ما ثماش حاجة اللي تخليني نقول اليوم اذا كان احنا اليوم ارهابيين، ما اللي ذبحوا الجنود في الجبال في الشعاب وغيره شو يسميوهم. احنا اليوم في الفصل 80 واضح وصريح يقول برلمان في حالة انعقاد دائم، واحنا تصرفنا من هذا المنطلق، بالتالي يعني هي تدخل في التأويلات والكل. ولكن فما مرسوم اصدر يقول وانه البرلمان مجمد، خرجتك العبيد ليلة 25 جويليا وهللت واستبشرت وباركت تجميد البرلمان، وانت تقول نحن جينا نواب منتخبين من الشعب. وقت الشعب يخرج فرحان يهلل ويصفق والناس تزمر وفي كامل طلب الجمهورية، زي ما خرجوش لا مدفوعي الأجل، فما شكون عمل لهم دعوة على الفيسبوك لا غيره، مش تنجم تقول الشرعية أو المشروعية طاحت هنا وقت للناس فدت من البرلمان، لفظت البرلمان؟ أنا موافقك اللي البرلمان ما كانش في أحسن حالاته، وكانت عنا عديد الملاحظات اللي أنا شخصيا كنت نقولها في المنابر الإعلامية وكنت نقولها في رحاب مجلس النواب، ما كناش فرحانين والمنظومة ما كانتش ناجعة، هذا موافقين عليه. لكن شكون راهو الشعب يقول كلمته عبر الصندوق؟ احنا جينا بانتخابات تشريعية، اذا كان اليوم كل مظاهرة مش تخرج في توجه ما، مش نطبق التوجه نتاع المظاهرة ذيك، وقتها ما عادش يولي عنا مؤسسات وما عادش عنا بلاد. احنا جينا جابنا دستور، جابتنا انتخابات تشريعية، واحنا وقت اقسمنا اول يوم بعد ما نجحنا في الانتخابات اقسمنا على ولائنا للوطن، انه نخدموا بلادنا بكل اخلاص ونلتزموا باحكام الدستور. الدستور هو في المواثيق الدولية هو أعلم المراسيم وأعلم القوانين وأعلم الأوامر. نرجع لك هنا سي زميل، في علاقة بالمشاريع اللي تقدمت في الوضع العام تحت قبة البرلمان، هل كان يعكس صورة تونس، صورة برلمان محترم؟ هل كان يمثل الشعب التونسي؟ على كل حال يعني تواصل البرلمان بالصورة اللي عليه، بالتقاسمات، بالتوزيع الكعكة وتقاسمها، هل كان يخدم تونس ولا كان فعلا خطر جاثم على تونس؟ ما أعتقدش أنه كانت فما كعكة نقسمه فيها، رغم اللي قلت لك اللي صار مع الحكومة، الضغط على الحكومة، رئيس الحكومة قسموه بيناتهم ضغوطات، وانت تعرف الكواليس أكثر مني. نعرف الكواليس ومطلع جيدا، وأنا شخصيا لا عمري نهار طلبت بتعيينات، لا طلبت أن روحي منصب لحد شيء، أنا نحكي على روحي. أنا ما أعتقدش أنه البرلمان كان يعني يشتغل في خدمة باهية لصالح التوانسة، كانت فما عباد تخدم وفما عباد ما تخدمش، فما عباد تعطل في البرلمان وفما عباد تحاول تقدم. وانتم بتتذكروا لجنة الصحة انه حاولنا نقوم بكل مجهوداتنا وتحركنا وعملنا قوانين وخرجنا دوسيات للاعلام وحاولنا نضغط في الاتجاه الصحيح. فما بكر يسمع فيكم تحكوا على النائب مجدي الكرباعي، عمل دور حقيقة، دور مش يذكره له التاريخ في عودة النفايات اللي جاتنا من ايطاليا، مش ترجع ان شاء الله في قاعدة ترجع وقاعدة مش ترجع في اقرب وقت. فما الناس خدمت على صوابع الناس اللي خدمت، المشكلة بتاعنا أننا قاعدين نحطه في الناس الكل في نفس الشكارة، التعميم باهي. التعميم الشعب اللي خرج يوم 25 جويلية وعنده الحق باش ينتفض، الوضع ما كانش باهي،
وما كانش ينجم يستمر. لكن نفس الشعب هذا اليوم استطلاعات الرأي أي تقول اللي في نوفمبر 2021 32% فقط من التوانسة كانوا يشوفوا في بلادنا ماشية في الاتجاه السيء. اليوم في فيفري آخر استطلاع رأي يقول اللي 62% من التوانسة يشوفوا أن بلادنا ماشية في الاتجاه السيء. شعب راو صحيح ينجم وهما نفسهم اللي مازالوا يشوفوا انه حل البرلمان كان نتيجة لابد انها تصير حتمين، هو نفسهم اللي يشوفوا راو البلاد خايبة وخيبت على خاطر الوضع اللي جاي متقدم من البرلمان. بعد حل البرلمان الاوضاع ساءت اكثر وهذا واضح للعيان. نشوفوا في الاسعار شنو اللي تبدل الاسعار؟ هل كانت رخيصة كما 2010 مثلا وطلعت فجأة؟ شوف اخذ الارقام تكلم وحدها، شوفوا الانفلاسيون اللي موجود اليوم، التضخم موجود اليوم، عمره ما وصلت تونس للمستويات هذه، وهذا قاعدين نشوفوا فيه في قفة المواطن. ما صارش قبل حكومات تلاعبت بنسبة التضخم باش تبين اللي هو أقل؟ هذا أنا ما نجمش نقر به، ثم هياكل رسمية ثم لي ناس في قفة البرلمان عندكم الكلام هذا، ثم لي ناس اللي هي مؤسسة محترمة معترف بها هي اللي تنجم تقول هل أنه فما تلاعب بالأرقام ولا. أنا أستبعد شخصيا أستبعد. زملائك قالوها نواب سابقين هم اللي يحكيونها. ملزم برأيي أنا، معلومات نسمع فيها في الجلسات اللي تبث مباشرة. أنا نحب نمارس السياسة بعقلانية وبواقعية. الشعبوية ولا اللعب على يعني على العاطفة والكل راهو ما يأديش بحتى نتيجة. هو الجوزة حد ما عاد ينجم يلعب على العاطفة على خاطر عندك كما أنت كنت تقول وضع اقتصادي صعيب ومش جديد، هذا تراكمات، وضع سياسي كيف كيف وما فما حتى حاجة جات جديدة. لو نسألك سؤال، كان بقى البرلمان يخدم بشكل عادي وما صارش 25 جويلة، كيفاش كانت نجم تكون تونس اليوم؟ كانت تكون ماهوش في وضع حسن، لكن كانت تكون احسن برشا من الوضع نتاع اليوم. انا بعد 25 جويلية جيت عندكم الشمس فاهم هنا بعد 3-4 ايام تقريبا، قلت احنا الهدف نتاعنا هو تجنيب تونس المزيد من الازمات والمزيد يعني من المشاكل، وما نحبوش نضيعوا على بلادنا عشريه اخرى. وهذا ما يكون كان بالتعقل، لازمنا نخدموا العقل. اليوم العقل غايب مع الاسف، مشينا في عزلة دولية، والعزلة الدولية ذي اليوم قاعد تتجسم في المعيشة متاع التوانسة. التوانسة اليوم شنو اللي خليك تقول عزلة دولية؟ بقى ذي من الناس كل اللي يعتبروا 25 جويلية انقلاب نسمعوهم يقولوا تونس في عزلة. كيف نشوفوا الناس اللي قاعدة تجي من وفود رئيس الجمهورية اللي خرج آخر زيارة لي في جنيف؟ شنو اللي يخليك تقول فما عزلة؟ فما عزلة معنا، فينا الدليل ان احنا تونس في عزلة ومسكرين على الرواح. يزم تعبئة موارد الدولة بقروض خارجية ب 12 مليار دينار، الى حد اليوم مازلنا ما خدينا منهم حتى دينار، وهذا يأكد العزلة. احنا راهو نحبوا لبلادنا كان الخير، ونحبوا بلادنا تكون في رفاهية، وماذا بينا ما ناخذوش قروض، وماذا بينا الوضع الاقتصادي يكون احسن برشا، لكن يلزمنا نقراو الواقع كما هو. راهو اليوم نجموا نلقاو التبريرات لكل شيء، أما الحقيقة على الميدان باش تكذبنا. بعد أيامات مش تشوفوا الكلام اللي قلناه يوم 25 جويلية هو الحقيقي، وفما حالة وعي بدأت تتشكل اليوم. كي نسمعوا اليوم الأستاذ الصغير الزكراوي عندكم في شمس فام اليوم الصباح، تحس أنه فما حالة وعي، وخاصة موقفه هو لا مش لا سامحني مش هو كان من أكبر المنظرين وكان من أكبر المفسرين لإجراءات 25 جويلية وللوضع الاستثنائي. الصباح قال راني أدعمها وأباركها إجراءات 25 جويلية، لكن إيش يقول راهو السيد رئيس الجمهورية انحرف بالإجراءات الاستثنائية، تفرد بالسلطة، عنده المشروع الشخصي نتاعو. صغير يحكي على اللجنة الصياغة الدستور والتوجهات، كله مربوط ببعضه. اليوم موضوع. اليوم السياسي مربوط بالاقتصادي. كي تبدا ما عندكش استقرار سياسي ورؤية وين البلاد تحب تمشي، طبيعي جدا هذا مش تنعكس على المعيشة نتاع المواطن وعلى القفة نتاع المواطن. والمواطن ما تمش التداول فيه تحت قبة البرلمان قبل 25 جويلية، وقت الأوضاع سيء، البلاد ما عاد فيها أكسجين، ناس قاعدة تموت بالكوفيد، حكومة وقت الناس تموت بالكوفيد فيها عباد ووزراء يستجموا في الوتلة والناس قاعدة تموت. وين هذا البرلمان؟ مريناش عمل جلسة عاجلة والناس كلها حضرت، مش هكا اللي يخدموا أديستانس وقت اللي هو يحب يحضر. لا عملنا جلسات بالنسبة للكوفيد، 24 جويلية صارت جلسة، 23 جويلية صارت جلسة، عملنا جلسات وجلسات وتنقلنا على الميدان وخدمنا. على كل حال هذا إن شاء الله أنا أتمنى أنه تصير تحقيق في اللي صار في كورونا. أتمنى من أول حالة كورونا في تونس إلى يومنا هذا. هناك العديد من الحقائق ستنكشف للتوانسة. كيفاش؟ أنا طلبت وقت الآن في البرلمان، طلبت بلجنة باش تحقق علاش
اللي صار فينا الوضع ذاك في الكورونا، علاش ما تحضرناش بالقدا، وعلاش التلقيح ما جاتش في الوقت المناسب. هي. ما عنديش اليوم ما نجمش نعطيك اجابات خاطر متاكده الاجابات المتاكده تجي كان التلقيح في وقتها طبعا، مش كنا متاخرين؟ وقالوا طبعا. وزير الصحه الاسبق راهو قعدنا لهين وطلبنا بعض الدول الاخرى. شوف موضوع مش قال عملنا دو صحفي وقالوا بالروتار خذينا تونس قايده وهانا نستناوها. السيد السيد وزير الصحه راهو عينه السيد قيس سعيد، اي وخدم في حكومه سي هشام المشيشي اللي دعمها ائتلاف الحاكم نتاع البرلمان. كل واحد يتحمل مسؤوليته. انا كان صوتي عالي وكنت نحكي على الاخفاقات في المسار نتاع مجابهه كورونا، وناديت انه الناس تتحمل مسؤوليتها ونجنبوا التوانسه المزيد من الموتى. انا اليوم نطالب بتحقيق، او السيد رئيس الجمهوريه ان شاء الله يسمعني ولا المحيطين به، باش يعملوا تحقيق حقيقي خل تنكشف الحقيقه شكون شكون قصر في حق التوانسة في الموضوع هذا. كأنك توجه في أصابع اتهام لأطراف بعينها. عندي تساؤلات أنا، ما عنديش ما نوجهش في اتهامات، أنا عندي تساؤلات. أنا إنسان نحب نكون مسؤول، نحب نتحمل مسؤوليتي، وإذا كان أنا في البرلمان بصفتي رئيس لجنة الصحة قصرت في حاجة، أنا مستعد أن أتحمل مسؤوليتي كامل. البرلمان ما كانش في أحسن حالاته واشتغل عليه باش 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 يتشوه، والتشوه باش فعلا يتشوه. طبعا جاوكم البرلمان، كل شيء كان مبرمج، كل شيء كان مبرمج صحيح، كل شيء كان يبث في المباشر والحمد لله، انه الجلسات كانت تبث في المباشر في العلن. شفنا زميلاتكم نواب يتضربوا، حد ما يهبط يتدخل، ناس تصور، ناس خارجه، ناس جايه، اللي يجيب لابس كاسك خاطر خايف لا يعتديوا عليه، اللي تنحيوا لها الحمايه الامنيه وغيره، وكلام يتحكي كل شيء في البرلمان الا الدوله ومصلحه الدوله التونسيه. كل شيء في البرلمان برا، هذا الناس جات تخدم عليكم البر، تحكي كل شيء فيكم، ونعرفوا شكون الكتل، وما بين قوسين حتى الكتله اللي عملت الشيء هذا كل تعرفوها، تابع شكون ودعم لشكون. شوف كل شيء بالمشكوك، شكون اللي جاي من البرلمان اليوم؟ ربما اذا كان فما بعض الحاجات كانت غامضه اليوم تكشفت، وانا شخصيا مقتنع اللي تم الاشتغال على البرلمان لتشويهه باش يقع حل. انا عندي قناعة الناس اللي شوشت واللي وترت عمل البرلمان، والناس اللي أساءت إدارة البرلمان، فما ناس أساءت إدارة البرلمان، راشد الغنوشي أساء طبعا، هو رئيس المجلس هو اللي تحمل المسؤولية الأولى. هاكم حضرتوا معاه كي دعالكم للجلسة الاستثنائية، احنا ما صوتناش راشد الغنوشي، انت كي تقول راهو السيد هذاك أساء ويلزمنا نتحملوا مسؤوليتنا احنا، مادام عندنا أمانة، مادام عندنا أمانة والشعب صوتنا وعطانا ثقته يلزم نتحملوا مسؤوليتنا، مانيش باش نتخباو، مانيش باش نخافوا، احنا عندنا أمانة، والأمانة هذه أن نجنبوا بلادنا الانزلاقات، ونحبوا نلقاو حلول هذا باش نمشيو جميل تجنبها الانزلاقات، ومن بعد ترجع نفس السبب اللي صارت عليه النتيجة، تعاود ترجعوا من الباب الصغير، وهي نعملوا جلسة استثنائية باش ترجع نفس كما يقولوا في الكورة نفس اللاعب مازال يلعب، شنو اللي تبدل؟ حتى شيء. بعد 25 جويلية تحدثنا برشا على مشروعية السيد الرئيس والشعبية نتاعو، وهذه فندتها الاستشارة، الاستشارة الفاشلة رغم المجهودات الكبيرة اللي قاموا بها والمصاريف الكبيرة اللي صرفوها، الاستشارة فشلت. شنو المصاريف اللي صرفت عليها الاستشارة؟ ثم عديد الناس اللي تنقلت في الجهات، وفما سيارات، وفما لافتات، وفما إدارات يعني تم توظيفها، وفما كل شيء، ومع ذلك وصلنا ل 500,000. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، السيد الرئيس قال كيما الانتخابات، الانتخابات كانت فما إقبال كبير، معناها أغلبية صامت، ثم 3.5 مليون صوت في الانتخابات، الثقافة نتاع تونسي فيها في استشارة واستفتاء وانتخابات، في الانتخابات الرئاسية 3.7 مليون تونسي صوتوا اليوم في الاستشارة، فقط 500,000. فرق كبير بين اللي مشاو للانتخابات الأولى بعد 2011 قرابة 7,000. هذا رأي، على كل حال هذا رأي. وشوف 3,000 الحاجة الثانية بعد المشروعية، وينهم سي بعد المشروعية؟ هذوما ناس ما عادش عندهم ثقه في السياسيين، الناس ما خرجوش الاستشاره لانه ما عادش عندهم ثقه في السياسيين، كل الطبقه السياسيه. هذاك علاش انا نطالب اليوم انتخابات تشريعيه ورئاسيه سابق الاوانها، باش نجنبوا بلادنا المخاطر الاقتصاديه اللي تهددنا، باش نجنبوا بلادنا العزله الدوليه. بعد التقرير نتاع اللجنه، لجنه الشؤون الخارجيه نتاع الاتحاد الاوروبي، اللي قالت تونس كانت تعتبر مناره للحريه وللديمقراطيه في الدول العربيه، وقالت تونس راو فيها توازي شرعيه بين رئيس الجمهوريه وبين النواب، خاطر الاثنين استمدوا الشرعيه نتاعها من انتخابات شعبيه ومن نفس الدستور.
بالتالي شرعية الرئيس اليوم مرتبطة بشرعية النواب. ما عندها حتى علاقة. وإذا كان فما ولا عندها نفس العلاقة. أنت تستشهد بالسونداج دوبينيون. نتائج صبر الآراء ما زالوا لليوم قيس سعيد يتصدر نوايا التصويت في الرئاسية كانت تصير غدوة ولا بعد غدوة ولا العام الجاي كلاسمو بخومي ب 77% أريحية وأغلبية مريح. في المقابل يقول لك البرلمان راه ما نحبوش عليه. باهي مش نبقوا من غير برلمان. نفس الناس اللي تحكي عليها. فما دولة في العالم فما فيهاش برلمان وإذا كان السيد رئيس الجمهورية. اللي كانت استطلاعات الرأي استطلاعات الرأي تعطيه هالنسب الهائل هذيا يخلينا نمشيو نجددوا الشرعية ونجنبوا بلادنا هالأزمة السياسية هذيا. خاطر الأزمة السياسية هي اللي تتترجم في أزمة اقتصادية. أي الانتخابات الجاية علاش تعطيونا إحساس وكأنكم عندكم تخوفات من نتائج الانتخابات القادمة اللي مازال ما عندنا حتى تخوفات وذاك علاش نطلبوا في انتخابات بعد 3 أشهر انتخابات سابقة لأوانها. شنو اللي باش تجي نتيجتها؟ مازال المنظومة الانتخابية ما تغيرتش. اللي يقول الشعب باش يجيك نفس ولا الشعب مش باش يجي نحترموا نحترموا معناها القرارات الشعبية. السيد رئيس الجمهورية أنا أعتقد أنه هو كان ينجم يكون فرصة لتونس يوم 25 جويلية وفوت هذه الفرصة على تونس. عندنا 9 أشهر منذ 25 جويلية كنا نجم ندخل في حوار وطني حقيقي ونجنب بلادنا هالأزمات اللي نعيشوا فيها. بلادنا ما هيش ناقصة أزمات. كنا نجم نقوم بالإصلاحات السياسية أنه نصلحوا القانون الانتخابي نصلحوا قانون الأحزاب نعملوا قانون صبر آراء نصلحوا قانون الجمعيات ونصلحوا النظام السياسي ونمشوا في انتخابات في ظرف 3 شهور. 9 شهور ضيعناهم. كانت تنجم تكون عنا حكومة إنقاذ وطني حقيقية وتقوم بالإصلاحات الاقتصادية وتمشي تتفاوض مع المانحين الدوليين وناخذوا القروض وما نبقوش تحت الضغط هذا. كل ضغط يجي راهو قاعد يترجم بالزيادة بالأسعار تنقيح راهو كل ما يصير ضغط على تعبئة موارد الدولة من الحكومة مزيدكم في الأسعار مزيد للتوانسة في الأسعار. مش جديد استنسنا به مع الأسف. ما هوش بالدرجة هذه. الموظف والمواطن والمستهلك هو اللي خلص الفاتورة مهما كان. فما برلمان ولا ما فماش فما حكومة طيارة ولا حكومة نص البيت هي شوف اليوم الضرب في عند القفة. ما يسالش نرضاو بالوضع ولا يلزم نصلحوا يلزم تكون فما رؤية. انت هوني مش خاطر فشلنا بالعشر سنوات هذوما نواصلوا في الفشل. اي معنا عشر سنوات فاشلين فاشلين عشناهم في تونس. احنا اليوم نحبوا نجنبوا بلادنا 10 سنوات اخرى نحبوا نجنبوا بلادنا عشريه فشل اخرى. هذا الهدف نتاعنا. 10 سنين فاشلين بسبب شكون؟ كل الطبقه السياسيه اللي حكمت اللي هم سميوا الاشياء بمسميها. اول طرف سياسي يتحمل مسؤوليته حركه النهضه خاطر كان موجود في كل الحكومات خاطر ما تحملش مسؤوليته خاطر وقت جاته فرصه باش يحكم وياخذ رئاسه الحكومه ناوره. ونتذكر حكومه الجملي كيفاش سقطت وهو نفس حركه النهضه هي اللي اعطت كل الصلاحيات للسيد رئيس الجمهوريه باش يجيب لنا هو حكومه اخرى وبالتالي نوصلوا للوضع اللي وصلنا له اليوم. نفس حركه النهضه هي اللي ما على الاقل ما اشتغلتش كما يلزم باش تكون عندنا محكمه دستوريه لكن مش وحده. كان فما نداء تونس وكان فما اليسار موجود وكانت افاق تونس موجوده وكانت كل الطبقه السياسيه. اذا كان اليوم نتحكموا للعقل ونتحكموا للموضوعيه تو نعرفوا اللي كانت فما طبقه سياسيه كامله فاشله. يلزم اليوم نمشيو برؤيه جديده لتونس. يلزم عندنا ميثاق اجتماعي جديد نتبعك في التمشي. ما نقفوش عند ويل المصلين. اللي تقول فيه هو جميل جدا كي تقول لي 10 سنين فاشلين والمنظومه كلها فشلت واللي كان فيها العديد من الايجابيات. كان فما حريات كنا دوله ديمقراطيه كانت تونس مناره في العالم العربي في والعالم العربي خاصه. انتما انت هاك نائب وعندك تهمه موجود وفي برلمان منحل وتحضر في البلاتوات وتخرج وتعمل وقفات احتجاجيه وعادي حريه ولا مش حريه؟ حريه. أنا اليوم أنا SD7 أنا اليوم متابع. ذنبي الوحيد خاطر عندك قضية. ما عندي لا من قبل من نهار 25 جويلية أنا SD7 متابع. أنا اليوم هاتفي مراقب. هذه الحرية مراقبة الهواتف الجديدة سي عايش زميل. أنا نعم نحن صحفيين على الليكوت وأنتم السياسيين ونذكر كان فما مداخلة زميلك سابق في قلب تونس. إذا كان أنت تشوفوا عادي خسر في جلسة أنا ما نشوفوش عادي. ماهوش عادي أما ماهوش جديد. زاد عندكم زميل في البرلمان قال له يا سيد الرئيس رانا هاربين على الأخضر. المهم عادش نجموا نتكلموا في التليفون. صحيح توانسة كاملين هاربين على الأخضر. إي من وقتها وإحنا وأنا اليوم مش جديد من 2016 كان مش قبل. ما هي خاطر القديم غالط نكمل
نعملوا في الغلط. كنت نواب مشرعين، شو عملتوا انتم النواب تحكيوا على الواتساب وعلى غيرهم عليه؟ والله عملنا برشا حاجات. عليه ما طالبتوش بهال؟ علاش العباد حاطينكم عليكم في موقع اني ندافع على مجلس النواب؟ والله ما تدافعش على مجلس النواب، خلي ما نحبش نكون في موقع لا تتبنى الدفاع للبرلمان. انا لا لا عندي منقول، عندي منقول في الدفاع على مجلس النواب. مجلس النواب قام بمهمه كانت عنده عديد الهنات. اليوم انا اعتبر انه ماهوش من مصلحه تونس باش نقفوا على هالنت هذه. انا شخص ايجابي، نحب نمشي للمستقبل. تحب تمشي للمستقبل؟ اليوم نركزوا على معيشه التوانسه ولا الوضع الاقتصادي؟ نطالب انتخابات. 91% من التوانسه اليوم الشغل الشاغل نتاعهم هو المعيشه والوضع الاقتصادي والبطاله والفقر. معاك في هذا كل، اما انت في نفس الوقت هوني كانك تنقذ نفسك. عايش في زمان وقت تقول نحب الوضع فاشل وعشر سنين منظومه فاشله والناس اللي حكمت فشلت ولازم التجديد والتغيير والصوره تكون اوضح، في نفس الوقت تقول نقحوا القانون الانتخابي والمنظومه الانتخابيه ككل، ومع هذا تنقذ روحك تقول نمشيو الانتخابات بعد 3 شهور. بعد 3 شهور ما تنقح شيء لليوم، هاي باش ترجع لك نفس المنظومه، هي بنفس الفشل بنفس الخراب بنفس الغلاء المعيشه. وهنا قاعدين وحل برلمان وعاود نجيبوا شعب جديد، نجيبوا سياسيين جدد. هذه طبقه، هذه شعب. انت طالبت بتنقيح النظام الانتخابي. تعال نقول لك علاش، نقول لك علاش. وطالب في نفس الوقت ب3 شهور نمشيو للانتخابات. نقول لك علاش. كيفاش تمشي الانتخابات قبل ما تنقح النظام؟ لا لا او المنظومه الانتخابيه ككل. شوف انا نطالب بحوار وطني حقيقي تونسي تونسي. تصير فيه الإصلاحات السياسية، وهذا حق صار من 25 جويلية. نعم. الإصلاحات السياسية هو نتناقشوا في النظام السياسي والقانون الانتخابي. يلزمنا قانون انتخابي يعطي أغلبية. وإذا كانت تكون في البرلمان فما أغلبية اللي هي تحكم، وقتها نجم نحملوا المسؤوليات بوضوح. ما عادش الطبقة السياسية تتخفى. اليوم 10 سنين فما قريب 300 وزير، ما سمعناش الوزير بعد 25 جويلية أعطى رأيه. اليوم 10 سنين الناس اللي حكمت فينا ما هوش موجودين في تونس. اش معني؟ من يوسف الشاهد الى حافظ قايد السبسي الى نبيل القروي الى رفيق بوشلاكه الى اخرهم السيده ناديه عكاشه الى سليم الرياحي، خلاو تونس وهربوا. هذوما السياسيين اللي حكموا فينا 10 سنين. تحبوا تونس تواصل كما هكا عشريه اخرى؟ لا، انا عندي من الوطنيه باش نرفض الاستمرار في الرداءة. اما مش خاطر كانت فما رداءة 10 سنين نقبلوا بكل شيء. راهو اليوم اهبطوا وعيشوا على الواقع وعلى وشوفوا الاسواق وشوفوا التوانسه. انا شخصيا ملتصق بالتوانسه ونعيش في قريه صغيره اسمها المنصوره في سليانه، ونعرف المعاناه بتاع التوانسه كل يوم والحلول موجوده. واول حل هو انه السيد الرئيس يحيط نفسه بالكفاءات، واول حل لازم نعينوا الكفاءات. كنا نلوموا على حركه النهضه انها تعين في الولاءات وتسبق، مش كان حركه النهضه كذلك نداء تونس كانوا يسبقوا في الولاءات على الكفاءات. وقت اللي السيد رئيس استمر في نفس المنهج وقاعدين تلاحظوا في هذايا، تونس اليوم مستحقة لأولادها الكل، ويزينا من التقسيم ويزينا من الفتنة ويزينا من التخوين، وطني ومش وطني. احنا اليوم مستحقين للتوانسة في الداخل وفي الخارج، ومستحقين للكفاءات الحقيقية ياخذوا هم المناصب ونعملوا رؤية وميثاق اجتماعي. شكون اللي باش يعملها؟ يعملها رئيس الجمهورية. اليوم هو الوحيد اللي نجم يعملها. باهي. هو الوحيد اللي عنده كل السلطات. انتم اليوم تنجموا تقعدوا على طاولة الحوار مع شخص تقولوا راهو عمل انقلاب وعاملين عليه وقفات احتجاجية ومشيتوا للأجنبي باش يتدخل في البلاد. يوم 25 طالبوا من بعد بحوار تونسي تونسي. لا لا ما فماش حكاية الأجنبي هذايا. شكون يمشي للسفارات؟ ما نعرفش. أنتم الإعلام تعرفوا أكثر مني. أنتم عندكم المعلومة. أنا شخصياً لا مشيت للسفارات. لا عندي اتصال خارجي، وانا وطني واؤمن ان الحل داخلي داخلي تونسي تونسي. هذا تقوله عايش زمان للناس اللي وجهوا لك دعوه بعثوا لك سماس باش تعمل جلسه افتراضيه عن بعد؟ راه مشيت في جلسه افتراضيه مع بنواب تونس انتخابهم الشعب التونسي الكل. والفصل اللي مشيتوا مع اقل من نص. لا حتى في البرلمان في الجلسات العامه اللي رفضوها كنا نحضروا 120 130. هما اللي رفضوا الجلسه هذيك هما احرار. الدستور الحر يقول اللي عملتوه راهو غير قانون وما يجيش. حركة الشعب كيف كيف، وعباد اخرين حضروا معاكم وقعدوا يتناقشوا نحضر معاكم كين ما يترأسش الغنوشي الجلسة تونجي معناها بنص نص. اش معني الناس اللي رفضت الجلسة هذيك هما بيدهم متمسكين بالفصل 80 ويقولوا راهو البرلمان يبقى في حالة انعقاد دائم. والسيد الرئيس هو بيده يقول راهو البرلمان لا يمكن حله بالدستور. اخر حاجه كان يوم 28 مارس. هذا التوانسه يظل التوانسه كل متفقين عليه، وبالتالي واحنا منتخبين ما فقدناش صفتنا النيابيه، وبالتالي
كنا نجمو نعقدوا الجلسه هذيك. والجلسه هذيك راهو شنو كان الهدف منها الجلسه الافتراضيه اللي كنت حب او اللي مشيتوا فيها؟ الهدف منها تجنيب تونس المزيد من الانزلاقات. شو معنى الهدف منها ان نركزوا نخلقوا نمشيوا في حوار وطني عزل رئيس منتخب؟ لا مستحيل. انا او نعطيك القرارات اللي كانت باش تصدر في الرايد الرسمي شنو هي؟ احنا عمرنا ما شككنا في شرعيه الرئيس الجمهوري وهو منتخب انتخابات شرعيه وهو رمز وحده الجمهوريه التونسيه ورمز وحده الدوله وانا متمسك بهذا. وعمرنا ما في حتى لقاء مع حتى اي نائب صار الحديث هذا. يعني احنا رانا وطنيين وناس مسؤولين حتى مع الناس اللي قعدت وحضرت معاكم عمره ما تجبد الموضوع هذا ونتحدى ايا كان يقولوا الموضوع هذا تجبد. وعمرنا وانا شخصيا ما عندي حتى اتصال بالخارج. انا نمن ببلادي فقط نمن ببلادي ونعرف بلادي نعرف تونس شبر شبر نعرف تونس جبل جبل وعايش على ارض الواقع مش كما اغلبيه السياسيين اللي ما يعرفوش تونس وربما ما فاتوش 20 كيلومتر من البيروات نتاعهم. وذاك علاش تونس اليوم قاعده تعاني في اللي تعاني فيه اليوم. اليوم اولويه التوانسه هي المعيشه والاقتصاد والوضع الاقتصادي. قلت حبينا نجنبوا تونس بمعنى شنو كان الهدف من الجلسه الافتراضيه اللي على اثرها رصدت لكم تبحثوا اليوم؟ نحن منذ يوم 25 جويليه كان عنا تمشي على مراحل. انا شخصيا خرجت وصرحت وقلت تونس في حاجه الى حوار والحل هو في الحوار ولليوم زدت متمسك بهذا. وقلت راو يلزمنا اليوم البرلمان انتهى اخلاقيا وسياسيا وحتى كان عنده دور مازال يلعبوا في جلسه والاثنين باش يامن المسار الدستوري للاصلاحات. وبعد لمينا 70 او 74 نائب وراسلنا السيد رئيس الجمهوريه وطلبنا لقاء الى يقابل منا وفد وعرضنا عليه انه نشوفوا شنو الحلول الدستوريه باش نمشيوا في الاصلاحات. السيد رئيس الجمهوريه يحب اصلاحات احنا مع الاصلاحات. السيد رئيس الجمهوريه يحب يقاوم الفساد احنا مع مقاومه الفساد. احنا شكونكم كي تقول احنا ال 74 نائب اللي توجهنا الى السيد رئيس الجمهوريه باش نقابلوه. بعدين وكنتوا نواب من كنا نواب كلنا أغلبية كنا مستقلين ما كانش معنا يعني نواب يعني كانت أغلبها من ثم من تحية تونس فما من الكتلة الوطنية فما من كتلة الإصلاح. النواب اللي ما كانوش يعني متسببين في الأزمة اللي صار فيها وصلت لها مؤسسة مجلس نواب الشعب توجهنا له نحبوا نلقاو حلول. مع الأسف ما لقينا حتى إجابة. يعني تدرجنا احنا الهدف نتاعنا اليوم راهو هاو اليوم ما فماش امتيازات وما فماش هاك البرستيج السياسي ومع ذلك احنا ما زلنا شادين الصحيح. انا نحكي عن نفسي نحب نجنب بلادي المخاطر. انا نعرف شنو معناها تونس اللي تبدا في عزله سياسيه راهو في العشريه الاخيره تاع نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي ربي يرحمه. تونس مشات رويدا رويدا الى عزله ومن بعد وكانت عشريه صعيبه برشا على تونس وشفنا النتيجه شنية. من بعد شنو اليوم فما عشرية بعد عملنا مؤتمر ما يعرف بين قوسين مؤتمر احباء واصدقاء سوريا وتعرف شنو نجرى. لا نحكي على قبل 2011 كيفاش كانت الصوره بعد 2011 مشينا في نفس التمشي بل أسوأ. وكانت النتيجه 25 جويليه. اليوم نحبوا نجنبوا بلادنا عشريه خراب اخرى رغم العشريه الاخيره كانت فيها منجزات مستوى الحريه حريه الاعلام الديمقراطيه الكل برشا حاجات ايجابيه كانت فما تقارير موجوده قاعده ترصد وفما الاعتداءات كاع على الصحفيين ولا على المواطنين وغيره موجود. وهذا على كل حال وضعنا في الترقيم العالمي كان خير برشا من الوضع نتاعنا تو. واحنا ديما نحبوا بلادنا تتحسن ما نحبوهاش تمشي من سيء الى التصنيف. اسوأ به لهنا وقت اللي تقول فما عشريه وفما خراب وفما اشكال ونحبوا الاحسن هل الافضل وقت اللي يصير نفس الصوره ترجع نفس الصندوق يفرز نفس الصوره للبرلمان المنحل او هات نستناو يتنقح المنظومه الانتخابيه ككل باش الناخب يبدا يعرف شكون مش كان يمشي يدق عليه الباب ليل صلالها ودرا قداش وامشي انتخب الصوت ومن بعد يمشيوا يحتاجوا وصارت قدام عدد من الاحزاب ورجع لي صوتي انت ما خدمتنيش. نجموا نصبروا اما ما صارش تحايل على الناخبين قبل طبعا 10 سنوات من التحايل السياسي الى يومنا هذا واحنا نعيشوا في التحايل السياسي. عشنا في التحايل السياسي وقت جات النهضه وقالت احنا نخافوا ربي والتوانسه مشاو على خاطرهم اقل فساد باش تحكم عام برك تعمل دستور بقى 3 سنين
صار تحايل سياسي، صار تحايل سياسي في فترة نداء تونس وقت خطان متوازيان لا يلتقيان ومن بعد مشينا للتوافق، صار تحايل سياسي وقت نقوله مشروعية، ومن بعد نجيو نلغيو كل السلطات ونتمسكوا ورئيس الجمهورية ياخذ كل السلطات في يديه. وقت نقول احنا في باش نجنبوا بلادنا الخطر الداهم والخطر الجاثم، وفي الحقيقة هو قاعد يحب يركز مشروعه الشخصي. وهذا قالوا اليوم السيد الصغير الزكراوي اليوم الصباح عندكم في شمس فهم، ويظل سي صغير هو أقرب إلى الرئيس مني أنا، وهو اليوم يعني رجل قانون ويناجم أول القانون كما يحب، لكن فما حقائق يلزمنا ناخذها بعين الاعتبار. احنا فما رجال القانون عندهم رؤية أخرى كما سي أمين محفوظ مثلا، ما عندنا برشا ما سمعناهوش سي أمين محفوظ، هو يدون هو يكتب، ما عندنا برشا، أنا شخصيا عندي برشا ما قريتلوش، أما أنا اليوم سمعت اليوم الصباح آخر تحيين للأستاذ الصغير الزكراوي، الحقيقة نحس أنه فما حالة وعي، فما وعي بالمخاطر. أنت كانك تحب تقول راه سي صغير كان في كلامه ودارك، هو يقول لك أنا أبارك 25 جويلية، هذاك إيش قال؟ مع 25 جويلية من قال بالضبط برؤيته وله ذلك من طبعا حق. طبعا احنا كل حد عنده رؤيته، قال لكن السياسي الحقيقي هو اللي يستشرف ويتوقع الخطر ويجنب بلاده الخطر قبل حدوثه. اليوم فما سياسيين مشاو مع 25 جويلية نعم ولم يستشرفوا الخطر، واليوم في وقت شافوا الخطر خطر غلاء المعيشة. اليوم نعطيك رقم فقط في آخر استطلاع للرأي، 86% من الشباب اللي يتعلم تو في الجامعات مقرر يحب على الأقل يغادر البلاد في 3 سنين القادمة. هذا جديد؟ لا ما كانش جديد. الهجرة والحرقة ما كانتش الأرقام، وأدمغة تهاجر ما كانتش الأرقام بهذا الحد. ونعاود نقول لك اللي مش خاطر قبل الخايب نكملوا في مسار خايب، مش خاطر قبل الخاطر نكملوا في مسار خايب. شرع في البرلمان المنحل ولا وعطى للناس حياة الحقيقة وردية بتحميهم من هجرة الأدمغة ومن الحرقة ومن عبد يطيشوحوا في البحر يحيى ولا ما يحيش. شنو اللي قدم البرلمان به اللي هو مشرع البرلمان شرع من قوانين به؟ أنا مش تهزني باش ندافع على البرلمان. البرلمان راهو في الحقيقة عمل اللجان، أنا كنت في لجنة الفلاحة في السنة الأولى يعني السنة البرلمانية الأولى، وعملنا قانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي وهو قانون رائد، ومش معناها الدولة اليوم ترتكز على الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص، وفما هذه التروازيام بيليه الاقتصاد التضامني والاجتماعي ينجم يغير واقع تونس. اليوم الاقتصاد التضامني والاجتماعي أقل من 1%، في دول أخرى كما فرنسا والبلدان السكندنافية 10% وأكثر، وصلوا حتى 25%، وهذه حلول أخرى. مع الأسف وقت جاتنا كورونا ودخلنا في التجاذبات السياسية لم يفعل على أرض الواقع. وأنا اليوم نطالب السيد رئيس الجمهورية باش يفعل هذا القانون على أرض الواقع، خاطر ينجم يغير حياة التوانسة. ما قبل الكورونا وقت المجلس يخدم في أريحية تامة ويطيح الحكومات ويعين الحكومات ويحط وزراء ويستقطبهم حتى كان مش متاعه. والله فما برشا تجني على المجلس. احنا دخلنا في ديسمبر كورونا جات في مارس ودخلنا فك الاجراءات نخدموا عن بعد وك الحجر الصحي والتوانسة شردوا ديارهم والاقتصاد متاعنا وقف والناس ما عادش تخدم، هذه نسيناها وما نسيناش قانون اليخوت المريحه اللي عداها اللي ماناش نحن في تونس ما عندناش شكون اصلا الفكره تقبلها. انت كنائب تقول تمثل ولايه سليان، على جهه سليان فما ناس مهمتها تاكل ولا لوج على يخت طيح لي تاكس ونقص لي تاكس ربي ما شدوش أصلاً. فما عبيت ما تعرفوش اليخوت من الاساس. أنا حتى الناس اللي عندها شهرين انا كنت مساند الحكومه السيد هشام مشيشي، وفي قانون الماليه برشا قوانين صوت ضدها وسقطوا اللي انا خاطر انا اشتغل في السياسه بقناعاتي وبعقلانيه، ما نعملش السياسه بعدوانيه وبتشفي، شكون نمشي بعقلانيه. ثم الكتل ائتلاف الحاكم كان يمارس في العدوانيه والتشفي؟ لا لا لا، اليوم السياسه الموجوده اليوم في تونس شوف فما عدوانيه فما كره، اليوم فما الناس المساندين للرئيس ولا ضد الرئيس فما يا اما فما خوف يا اما فما طمع يا اما فما حقد ايديولوجي، واحنا لازم نتخلصوا من هذا. طمع بمعنى طمع في مناصب، وانا نشوفوا فيهم اليوم المقربين قاعدين ياخذوا في المناصب، يودي عايشين في تونس ومش عايشين في تونس ليه؟ راو قاعدين نشوفوا فيهم كل يوم الناس اللي تعمى لرئيس الجمهورية عندها احتجاج على التعيينات متاع المعتمد والولايات. ما هو السيد رئيس معينينو السيد رئيس مساندينو برشا وكلهم يحبوا يتعينوا، الهدف متاعهم هو التعيينات.
سندينو برشا بمعنى انت تحكي على تقول جماعة الحملة التفسيرية. لا لا عنده شعبية سيد رئيس الجمهورية كبيرة. أما المواطنين ما يدخلوش في. ما نعرفش. مانيش مطلع. المواطنين اللي مسجلين اليوم 77% قيس سعيد ما يهموش يقول لك أنا عين لي وزير ولا عين لي. أنا كتوانسة الكل قاعد نلاحظ قاعد نشوف التعيينات قاعد نشوف الأداء وهذا راهو سينعكس سلبا على تونس وقاعد ينعكس سلبا خاطر راهو فما حاجات نشوفوهم آنية فما حاجات مش نشوفوهم في المستقبل وإن شاء الله ربي يجنب بلادنا المخاطر. حاضرين اليوم للانتخابات القادمة؟ اليوم كل تونسي وطني حقيقي ما يلزموش يبقى على الربوة ويلزم يمارس السياسة الحقيقية اللي تغير معيشة التوانسة وتغير واقع التوانسة وأنا أعتقد أنا منهم. أعتقد أن النجم الناس اللي انتخبتكم في البرلمان السابق قادر إنها أو عندكم ثقة إنها باش تعاود تنتخبكم في الشكل هذا؟ ما نعرفوش شكون باش يعاود يترشح وشكون ما يعاودش يترشح وفما قانون الإقصاء السياسي يمكن قاعد يحضر باش نفرغوا الساحة السياسية. مش صار قبل قانون الإقصاء وتم إقصاء التجمعيين والدساتره وما دخلوش نعاود نقول لك واليوم يتصدروا المشهد. نعاود نقول لك اللي راهو مش خاطر صارت حاجات خايبة قبل نعاودوا ننسخوهم تو. احنا قاعدين نتعلموا لازم نتعلموا من اخطائنا ولازم نتعلموا من دروسنا ويزم الهدف متاعنا يكون هدف لمصلحه تونس فقط الاشخاص ما همش مهمين. انا شخصيا معناها انا فاصل في تاريخ تونس مانيش مهم برشا. المفيد تونس تمشي في الاتجاه الصحيح المفيد نمشيو في اولويات التوانسه. اليوم السيد رئيس الجمهوريه يقول الشعب يريد هو يمشي في اتجاه الشعب يريد. حتى المنظمات الوطنيه الاراده الشعبيه هي الاجراءات الاقتصاديه المتحسنه للمعيشه نتاعها. يا سيد الرئيس ريتو موقف اتحاد الشغل ريتو سوا موقف اتحاد الشغل اللي مع حل وحوار تونسي تونسي ومع اقصاء من اقصى نفسه يقول لك الحوار مش الناس كل تدخل في الحوار. وانا بمعنى وفقه الناس تماماً. اللي تعتبره اليوم راهو اللي صار في 25 جويليه رافضينه وهو انقلاب ما كنتش معنيين بالحوار. لا مش هذا اللي قاله اتحاد الشغل. لا مش هذا. شوف اتحاد الشغل يحب حوار تونسي تونسي وانا اوافقه في ذلك. الحوار راه يجي ما بين ناس مختلفين في ارائهم وفي افكارهم وفي توجهاتهم. ماهوش كما تو السيد الرئيس يحب هو يعمل الحوار ويعيط للحوار اللي يحبهم ويطرح عليهم حوار باراده شعبيه استشاريه الكترونيه. يعني اذا كان مش يفشل الحوار هذا اذا كان مش يكون كيما الاستشاره يعني مسقطه ومسبوقة النتائج معلومة النتائج فبالتالي كل شيء مش يفشل. كيفاش كانت من دورنا معلومة النتائج باش ننبه التوانسة إلى هذه المخاطر راهو يلزمنا نشوف استقرار سياسي. الاستشارة كانت مفتوحة للي معه وللي ضد. أنت كي ضد تدخل وتعمر وتقول أنا ضد نظام الاقتراع على الأفراد ولا ضد النظام الرئاسي ولا ضد ضد ضد. كيفاش تقول كنت مسبقة معني والآخر معاه يدخل يقول لك أنا معاه مع. والله كان عندي تصريح إذاعي قلت فيه راهو الاستشاره الهدف منها هو النظام الرئاسي راهو الاستشاره الهدف منها الاقتراع على الافراد راهو الاستشاره يعني كل. انت ضد النظام الرئاسي اليوم؟ انا مع النظام الرئاسي لكن لابد من سلطه رقابيه من البرلمان. البرلمان بتكون عنده سلطه حقيقيه. كل الديمقراطيه مبنيه على توازن بين السلطات والبرلمان يلزم عنده سلطه رقابيه وسلطه تشريعيه. اذا كان معناها لمينا كان نشوفوا 9 شهور تو لمينا كل الصلاحيات وكل السلطات بيد السيد رئيس الجمهوريه شنو عملنا؟ مشينا من السيء الى الأسوأ. انت لو تعاود ترجع تحكي على الوضع الاقتصادي كل الوضع الاقتصادي للناس الكل تقول راهو تراكمات نتيجه تراكمات راهو اللي فسد في 10 سنين ما يتصلحش في 9 شهور. والله كنا نجموا نصلحوا في 9 شهور. كيفاه؟ بالكفاءات. مسالك التوزيع اللي ضربت يا عياش زمال وانت تعرف كيفاش تنجمك الانفلات تاع 10 سنين عصا سحريه اللهم. شوف حكينا ياسر على مسالك التجويع والتوزيع والنتيجه وقت مشى السيد رئيس الجمهوريه للفريجو نتاع البطاطا الناس خافت وما زرعتش البطاطا وذاك علاش اليوم اسعار البطاطا غاليه. هذه حقيقه. والاحتكار. الاحتكار وين الاحتكار وقت الدوله ما تزودش السوق بالكميات اللازمه؟ راهو كي تقول احتكار يعني هناك ارتفاع في الاسعار. كي تقول انت الزيت النباتي ولا مودوردر تتعطى ما فماش مودوردر اليوم نقروا راهو باش نطلعوا في السوم كذا والا باش نحبوا نقلقوا شويه قواعد القواعد الاقتصاديه. القواعد الاقتصاديه واضحه على العرض والطلب. اذا كان ينقص الطلب اذا كان ينقص العرض راهو مستغل الاسعار. اليوم احنا نستهلكوا في 12000 طن من الزيت النباتي وقت تزود انت السوق ب 6000 طن بطبيعه مش يكون فما شح في السوق. السميد كان فيه شح طبعا حتى من القبل. نعطيك حاجه من قبل الازمه الاوكرانيه السميد كانت 20 كيلو
كانت 50 كيلو تقريبا 20 دينار و500 اليوم قسموهم لشكاير ب 20 كيلو ورفعوا في السعر ولا تاخذ المعادله نتاع ال 20 كيلو ولات ب 35 دينار اليوم بمعنى وقع ترفيع في الاسعار بطريقه ممنهجه من انا عام صار هذا هذا بعد 25 جويليا تقسيم 20 كيلو 5 كيلو بعد 25 جويليا بعد راه قلت لكم انا انا اختلف عليكم لاني عايش على ارض الواقع وعايش في الارياف تمشي تشري وتشوف ربما اكتشفت مؤخرا اللي هو ليت امبالي الامبلاج موجود معني من ما كانش بنفس السعر 5 كيلو شوف كيبدا موجود 5 كيلو و20 كيلو و50 كيلو والمواطن يختار ال50 كيلو خاطر ارخص حاجه كيبدا ال50 كيلو مش موجوده وموجوده فقط ال20 كيلو وال5 كيلو حاجه اخرى الاسعار ارتفعت هذه ما نجموش ننكروه واليوم كل ما يتأزم الوضع كل ما عندنا مشكل في تعبئة موارد الدولة مش تلتجأ الحكومة إلى المزيد من الغلاء في الأسعار وكم شفتوا المزوت اليوم كيفاش الأسعار زادت نجم تقولي الوضع العالمي نقول لك صحيح الوضع العالمي 100 دولار و105 دولار اليوم برميل النفط لكن هذا لا يبرر لو كان الدولة متاعنا والحكومة استبقت الشيء هذا راه ما وصلناش للوضع نتاعنا البترول اليوم غلاء في السوق العالمية والفلفل والخضروات والغلال علاش لانه اليوم المنتجين في حاله خوف وهلع وقت اللي هو ينتج منتج بدينار وتقول له تبيعه ب 500 واللي هو ما ينتجش المنتج ما فماش اشكال في مسالك التوزيع ما فماش ناس متغاوله ناس ماكله السوق على حساب فلاح صغير فما احتكار وفما مشاكل في سوق التوزيع نحلوها بالعقلانية مش بالتخويف ومش بالهجومات هكاك ومش مش بالتخوين القانون هو الفيصل باش يقاوم الاحتكار مازلت عندنا دقيقتين باش نخليهم لي عينك لحضرة المواطن فقط سؤال فما جلسة أخرى اليوم برمجينا أنا ما عنديش علم ما بعثلكش اسمي أنا ما عنديش علم حتى جلسة وأنا أعتبر أنه البرلمان وقع حله لا ما فهميش عليك حضرت الماء انا قلت لك حاجه اللي مش خليك ننهيو الحصه خلينا نرجع فهميش حضرت الماء يا سي عياش يهديك طب مش انت عملتك الجلسه بعد ما تحل البرلمان وانا اليوم قلت انا مطالب بانتخابات رئاسيه وتشريعيه بعد ما نعمل اصلاحات سياسيه نمشيو في الاصلاحات هذه ونجددوا الشرعيه خلينا نخرجوا من الازمه السياسيه في اقرب وقت خاطر كي مش نخرجوا في الازمه السياسيه نجموا نرجعوا شويه امل للتوانسه رغم التوانسه اليوم محبطين مأيسين بصوره غير مسبوقه ومقتنع اليوم انه البرلمان تحل لا تحل البرلمان تحل واحنا ما نشوفش ندخلوا في جدال انا شخصيا ما نشوفش ندخل في جدال اليوم تحل ما تحلش الهدف نتاعي اني حافظت على الامانه اللي اعطاها لي الشعب عبر الانتخابات نعم. خاطر مش نعرف روحي مش نتحاسب في المستقبل انا باش نكون واجهت الأمانة هذه بكل شجاعة ما خبيتش روحي ما خبيتش راسي وقلت رأيي بكل شجاعة ونتحمل مسؤوليتي ونتيجة الشجاعة هذه أنا مشيت نبحث أمام فرقة مقاومة الإرهاب كي تسمع الاسم بركة تبحث على الجلسة ولا ليه مش عاودوا نرجعوا من الاول ولكن بغض النظر على مسار هذا كل شكرا لك على حضورك معنا العايش فقط بربي انا نطالب التوانسه أن ننسبوا الامور راهو الصحيح اليوم غدوه ينجم يطلع غلط يزينا من الشماته يزمنا من الحقد والكراهيه نجنبوا بلادنا المخاطر بلادنا في حاجه باش نتوحدوا واليوم ادعو كل الوطنيين السياسيين باش يتجمعوا ونكونوا جبهه سياسيه باش نهزوا بلادنا الى بر الامان في اقرب فرصه وفي نفس الوقت نقوموا بنقد ذاتي خاطر فما برشا غلطات كلنا غلطنا في حق بلادنا نراجعوا رواحنا ونمشيوا للمستقبل نبنيوا ميثاق اجتماعي جديد وبنبنيوا رؤيه سياسيه ايجابيه لبلادنا ورانا قادرين اذا كان نبعدوا عن المشاكل التوانسه عندهم من الكفاءات وعندهم من الوطنيه باش نمشيوا في المسار الصحيح اللي لازمنا نمشيوا فيه ونخدموا خاصه على الاجيال القادمه خاطر هما عندهم علينا حق ومش يحاسبونا في 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 الايام القادمه. شكرا عايش زميل على حضورك معنا شكرا لكم انتم على حسن المتابعه اجمل تحيه زينه زيدي تسويت الاخبار مع ياسين فغالي شهيه طيبه في لمنه.